يعني حتى لو جينا نبص بسم الله الرحمن الرحيم، ونعمل مع بعض فطاير الجبنة الجميلة. عندنا 150 ملي من الحليب اللي هو الدافي، عليهم 100 بس، معلش 100 ملي من المية برضو اللي هي الفترة، طبعا المية الفترة. عندنا هنحط معلقة كبيرة من السكر، هنضيف معلقة كبيرة من الخميرة برضو، نضيف معلقة من الخل، ندمج المكونات دي كده كلها مع بعضها. عندنا هنا 480 جرام من الدقيق، ممكن يحتاجوا معايا كمان 20، يبقى 500 بس، ده حسب نوع الدقيق. وعندنا طبعا رش ملح. هندمج المكونات دي كده، وبعد كده نضيف لهم معلقتين من الزيت. ندمج بس المكونات دي كده، وهنضيف هنا معلقتين من الزيت. نعجن بقى المكونات دي كده عجن لا يقل عن 10 دقايق. هي احتاجت معايا، مش 500 جرام، احتاجت معايا 450 جرام، طبعا ده حسب يعني الدقيق بتاعك. هنحاول نلمها بس كده بشوية زيت. هبدأ ان انا اغطيها تلت ساعة. هنبدأ ان احنا نقطعها قطع متساوية. قطع 65 جرام للقطع، هناخد أول قطعة كده، هنحشي أي حشوة عندنا، نحشي الجبنة. هنا عندنا قالب احنا دهنينه، كده معانا احنا شايفينه معانا. وطبعا عندنا هنا ده صفار بيضة مع حليب مع فانيليا. هندخلها فرن سخن زي ما انتوا شايفين، يعني حاجة كده فخامة، يعني هي يعني تطلع لسه دافية شوية، بس هو مفيش مانع ان احنا نشوفها برضه.
يعني شايفين مقدار الهشاشة يا دي، رائعة رائعة ما شاء الله. يعني حتى لو جينا نبص من أجمل الفطاير في الهشاشة والجمال، يعني جربوها دولنا.